السلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا هي الحياة تسير، هناك شهداء، هناك مطاردون، هناك مفقودين، هناك مبعدون، هناك مهجرون. هذه حياتنا أصبحت في هذا الوطن. نحن عندما ناتي للشهداء لنقف على قبورهم، نحن نستمد العون منهم، كما ذكر الشيخ بأنهم لستوا بحاجة لنا، ولكننا نحن بحاجة لأن نستمد قوتنا من هؤلاء الشهداء الذين رحلوا وتركوا لنا أن نرسم مستقبلنا بما نستمده من صبر وعزيمة من دماء كل قطرة سالت في هذا الوطن. نعم، ما جاء كل من جاء هنا لم يأتي ليعزي، بل جاء ليستمد القوة والعزيمة من كل شهيد يسقط في هذا الوطن. الشهداء هم مشعل الثورة، هم مشعل هذه الحرية التي ننشدها جميعا. كل الشهداء ساروا على هذا الدرب وقدموا العطاء واحدا تلو الآخر، ليس فقط من أجل أن يفقدوا أرواحهم، أرواحهم لا زالت تحلق بينهم، ولكن من أجل أن يقولوا للعالم بأسره: نحن مطلبنا الحرية، نحن لسنا بعبيد ولن نركع إلا لله. هذا هو منهجنا، وهذا هو ما تعلمناه من سيد الأحرار سيد الشهداء إمامنا الحسين عندما قال للطاغية: لن نركع أبدا. لقد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة، فهيهات من الدلة. هذا هو المبدأ الذي يسير عليه كل الشهداء. لو فتشنا وتقصينا كل قصص الشهداء لوجدنا بأنهم قبل استشهادهم كانت هناك لديهم بعض الخطى التي تدل على أنهم سيكونون شهداء وسيقدمون أنفسهم لهذا الوطن. نعم، ابني الشهيد ياسين كان استشهاده اختناقا بغاز مسيل الدموع، ولكن كان يردد الشهادة قبل استشهاده، وأتذكر في آخر لحظاته عندما أمسك بيدي ولم يستطيع الكلام، وكنت أقول له: ابلغ السلام لإمامك وسيدك الإمام الحسين. وأنا أقول له: قل السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. وفعلا رغم عدم نطقه بما يعاني وتأثيره تحت المخدر الكبير، ولكن كان ينطقها وأحسست بحركة في فمه وهو يتحرك بها. وفعلا هذا ما رأيته وأنا في الرؤية من بعد استشهاده، شاهدت رجلا يدخل عليه وأنا أقول لابني ياسين: هذا دكتور جاي منك حبيبي. قال: بلى بابا، هذا هو اللي عالجني. وكانت الهيئة ليست هيئة الدكتور. الشهداء لهم قصص كثيرة، ولكن هذه القصص نحن نستفيد ونأخذ منها الدروس ونأخذ منها العبرة من أجل أن نرسم حريتنا في هذا الوطن. هذه الحرية تكلفنا الكثير، ونحن واثقون بأننا سنقدم وسنعطي أكثر مما قدمنا. 147 شهيد، نحن لم نهتز ولم نتراجع، بل كلما سقط شهيد انطلقنا وتحركنا أكثر. وها هم آباء الشهداء جميعهم يبتسمون وفرحين عندما يسقط شهيد، لا يقول يعزوني، بل يقول يقدمون للتهنئة. هذا هو الصبر، وهذا هو الثبات، وهذه هي العزيمة والإرادة. نعم، عندما نذهب لكل أب شهيد لا نلاحظ عليه التغير والعبوس أبدا، إنما يكون مستبشرا ويقول: الحمد لله الذي أكرمني بأن يكون ابني شهيدا لهذا الوطن. وسيتذكر التاريخ والأجيال القادمة هؤلاء الشهداء وهؤلاء المضحون وهؤلاء المشاركون. نعم، لن ينساهم التاريخ، بل سيبقون مخلدون وسيكون في مزبلة التاريخ
هؤلاء الطغاة، هؤلاء الذين قتلوا الأبناء، هؤلاء الذين حرمونا من حريتنا. نعم هم سيكونون في مزبلة التاريخ، وسنتذكر هذا وسيتذكر الأجيال القادمون هذه التضحيات، وسنقول نعم نحن صعدت أرواح شهداؤنا لباريها وخالقها، وأنتم كنتم في الحضيض الأسفل في زبالة التاريخ. أشكركم جميعا أيها الأحبة، أشكركم يا من تجشمتم عناء المجيء لروضة هذا الشهيد الغالي، لروضة هذا الشهيد شهيد الوطن. نعم أشكركم وأقول لكم كل الشكر، شكرا لكم، شكرا لكم، وسنبقى على الدرب سائرون، ولن نتراجع ولن نركع إلا لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.